اهلا وسهلا، صباح النور، تحيه طيبه لكم وين ما كنتم تسمعوا فينا على موجات راديو كابا فيم. هذا محمد الهيشي من وراء الميكرو، علي المديني في الاخراج والاخراج الرقمي الاربعاء اليوم 7 فيفري 2024. ومباشره باش نمشيو للميتيو، نمشيو لحالة الطقس اليوم كيفاش باش يكون. باش يكون الطقس مغيم جزئيا باغلب المناطق، ورياح قويه نسبيا بالشمال وبعض مناطق الجنوب وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق. الحراره في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى منها عامه بين 19 و24 درجه. هذا كان طقس اليوم. مرحبا من جديد كل من التحق بنا في الاستماع. اكيد برشا ميساجات برشا تليفونات جات. وينو محمد الهيشري؟ ما فماش الفتره اللي فاتت، ولكن كنا متغيبين لظروف معينه، واحتراما لهذه المهنه النبيله ومبدا حريه الصحافه، واحتراما في الساده المستمعين وكل من يعشقوا هذا الصوت الاذاعي اللي يجيهم من وراء المزدح. خيرنا نكونوا بعد شويه لفتره بتاع فترة بتاع حملة انتخابية. بعد شوية باش نرجعوكم بقراءة في أهم ما جاء في الصحف العالمية والوطنية، والعناوين كثيرة وأكيد جدا ما نجموش نفوتوا ما غير ما نعاود ونجدد ونترحموا على أرواح كل شهيد شهداء تونس اللي سقطوا من فترة الاستقلال اليوم، وعلى لعل لعل رحلة الحقيقة بدأت تأخذ ربما في منعرج جديد، وخاصة فيما يتعلق بقضية الشهيدين شكري بالعيد والإبراهيمي ربي يرحمهم. هذا تزامنا مع ذكرى وفاة شكري بالعيد البارح، وعناوين حقيقة كبيرة برشا، وشفنا عناوين تحكي على غياب الحقيقة ورحلة البحث على الحقيقة، وتزامنت الليزارتيكل هذوما مع بداية استنطاق المتهمين في الموضوع، وهنالك ربما حتى الحديث لهنا حتى على تشنج بين شقي الدفاع في قضية شكري بالعيد ربي يرحمه. لكن كل ما يهم المواطن التونسي والشعب التونسي هو كشف الحقائق، وإن شاء الله يظهر لي بطاط ياسر كشف الحقيقة، ويعني فك اللثام على هذه القضية اللغز. اليوم يلزم نحملوا المسؤوليات لكل من ضلع في الجريمة هذه والجرائم اللي سبقتها الكل، وقضية أيضا الشهيد الإبراهيمي. هذا كل باش نعاودوا نحكيوا فيه بالإضافة إلى قضيتنا الأم، القضية اللي تعني كل تونسي. ما ينجمش التونسي يعدي نهاره ويعدي صباحه ما غير ما يعمل طلع على القضية الأم، قضية كل مواطن تونسي كبير وصغير، هي القضية الفلسطينية. أكيد جدا لازمنا نعملوا عليها طلة ونشوفوا المقاومة جديدها وشنو صاير، ونحكيه حتى على الرد متاع المقاومة على صفقة باريز، وكل كواليس وخفايا ما يحدث في الساحة الفلسطينية. إن شاء الله تلقوه معنا أيضا باش نحكيه بعد شوية زيادة على القانون الجديد اللي تم المصادقة عليه في البرلمان التونسي. هذا كله شوفوه في كابوتشينو، خليكم معنا حتى 10 متاع الصباح.